سي. يلا تعال وراي. اوقف لنا احنا سويت اوقف دخلت. يم التريدر خلني واحد هاي شو اسمه الهاي ال اقول لك ارواحي ناقصه ليها سحمود. اي راد شو اسمه يقتل لاين. ايش قد فلوس ايش قد فلوسي؟ ما نعرف فلوس ايش قد. فلوسك؟ احنا بيعوا خزناهم بشو يسموه؟ ما خزن. يلا شو خلني واحد لاين مو مشكله. يلا وراك وين؟ زت اذا نسيت الاوتو رن. زت؟ زت ماكو. والله؟ ها والله شاشين. ها مالتين مالتين شفت شفت مالتين. شفت مو زت يلا امشي. الجقارة ما دام يمشي واحد. اي والله الا هيك اللي يفيد، الا يفرح مع الواجهة يسوي هاي الطريقة. اي والله. بس ابدا تطي شفت وتروح. ترجع تلقى روحك بين تنانين وديناصورات. حمودي طف اللي ها جاي اسمعك. وانت جاي تسمعني ولا انا جاي اسمعك بال شو اسمه؟ اه من اول مره قلت لك حمودي خلني اخذ دايزي. لا ما تعجبك لا ما تعجبك. انت جاي تسجل؟ اي جاي اسجل. فشلون جاي احكي مع اللعبه؟ انت تقول شنو دول؟ عادي انا سجل واحدث. اه شنو هسه خلينا نكمبر فوق مكان نرمى عليهم. لا لو جايبين قناصات يعني. اه اي والله خلي صعدنا فلوس وكل شيء نسوي خلينا نصعد عليها واد اي شيء صعدت عليها وتشوف ما دبريتها. ايه بس اوقف دنك على كيفك. هذول الزومبي حمود. اي خليني اتجنبهم. راح اكثرهم ولك. شافوك. يلا انا راح اجيبهم عليه وترمي عليهم، اوكي؟ هذا بالسياره جاني. هذا ما يموت. اي اخوي راشد. شوف شلون يبان. اداك صندوق دوس تاب على ما نحميك. صندوق جواك اجى. صندوق هدية اجتك. بها ارواح ونوم سلاين. وين ما؟ بمكان تثبيته وسلاح حم فوق هالطاك هدية. تلقاه بقع صندوق. ها هذا واحد وراك خرب. ديني. جايك لحظة. كوماندو راح فواد. كوماندو راح هسه. جراح طقاني. اه عدل وحك على قصد وحك لو ما يحتاج. اي والله ناقص. وين الصندوق؟ جاي يعني جاي ينزف دم ولا ما تنزف؟ ما ادري وين يبي. اكو علامات شخطه؟ اوقف هني. وين شخطه وصل؟ جايك. لا ما جاي يدري. جاي تنزف وين؟ اه والله هاي واحد مجوع جرحه وحده. شوف هاي علامه الشخطه هي شو عليه شو اسمه يعني مجوع. قصدك هاي؟ هاي شلون سرعت تكفي؟ مش تيدك. بس قبل لا هاي الصندوق اجاك هديه. هذول كلهم لويتهم بس اكو صندوق من كنت تقتل اجاك هديه. وين كان مكانك انت بالضبط؟ نعم هذه هذه ما انت ما كان تليفون قلت لي تو شوف هذول كلهم لوتهم باوع عندهم اسلحه وهاي مو ذول الزومبي عادي وينهم ما خذ طلقهم خذ غاضهم السلاح مالتي وين؟ عمودي شلون لوت الطلقه؟ شلون لوت الطلقه؟ لوت؟ لا بدل شلون بدك علاب بدك علاب ماكو بداش عليها بداش علاقة هو دايس علاقة فترة طويلة هو فترة طويلة ما دوس تاب والله لا هذه آه ادش كان هذا ثلاث اه مو بعد بيقول لك عندك اكثر من الشسم زين شلون تنطلق؟ تنطلق على هذا
لا لا مو هيك تفول واخذ الشاجر من المخزن اي بس لازم اعطيك هاي تفول قبل الدنيا بس وين لو الزومبي قبل هاي زوت الزومبي شلون لو وهي مهم دوستاب يمكن الزومبي دوستاب زائد تاب تاب ها دوس عليه شكله عدد دوس كيك هذا عنده ألف طلقة ألف طلقة والله إيش مكتوب عليها شنو نوع العيار مالته دم ناتيف 7.4 ما مكتوب سوري 7.62 يهم يهم على العتاد مالته دوتهم واحد واحد على ما كنت أنا طين طين الشاجر طين الشاجر هاي أوكي أوكي لحظة أخذه بالقاعدة بس شلون نسيت شلون ادوت اخذه سوى مره اخذه ونبغى رجعه نبدا بالقاعد نبغى مره ثانيه حتى يدفع لي عندك يسرع شكل صندوق ما طلق حديدي شنو هاي عندك هذا هسه انت فصلت المخزن مو فصلت المخزن اي اسحب المخزن خلي له سواب يعني بدله سواب اي هسه قل له ار صار 600؟ اي 600 هسه رجعه اختار السلاح وين السلاح؟ شوف اخمس قد انت مخليه جوا براكم هو لا مرات مو يخليه مو بواري ظهره مرات يخليه بالجنطه ما اقدر اقول لك لا اقول لك كومباين او تقول له ار ضدات على ار ويتنوح عليه يلقف طلق خليه على الكومباين؟ اي اذا تبي تضيف شيء على شيء او تقول له ار تختار السلاح تقول ار وقبل يضيف لو ذول البقيه بس هاي تبدل؟ اي لو ذول البقية شكو شو عند اخذه؟ دور هذا اي اخذه سعر 4000 ولو هو مو هاي بس على ما كتلم ذولة انا ما لك دخل بي ما لك كتلم ذولة هذا صندوق همين هدية لا صندوق هدية توك اخذت غراضة ها أي. لا ما عاد زومبي انا كي قسم لو تسمعي خلينا نكتب هذا الفوق صاعد ما يقدر ينزل هذا هذا الدرج لو صعد هنا خلي اخذ غلط هذا خلينا نكتب ذاك المقلد فوق بس ما اقدر اصعد له حتى لو كتله كتله انت والله كتله هاي 100 طلقة عندي بس ها ما المسدس ما يفيد مين عرفها ما يسدس القياس مالته ذا 4 قد 45 45 ما يسدس هذا خيار 45 صحيح قلت له هذا الفوق وين وين فوق بس ما قدر يوصل ما طاح خرابيسك صندوق اخذته لو ما اخذته مال التفويل السريع لا لا ما اخذته عنده خدي ما احتاجه انت وين ذبيته يمكن بس لا ذبيته ولا كسرته لا لا سحبته شلون فول هسه يد روح انا خاطر الله روح روح انا حصلت لك سلايم بس بقى بس هاي هسه جاي العب ابيض واسود انا تدري لا تعال خلينا نشوف المكان الثاني كاتب بيه صارت حلوه إذا صعدنا هنا هاي منطقة ما بيها الزومبي يمكن اللي قدام شوية ذولا كلهم خلصنا بس هي الحلوة بيها السلاح ما بيها ارتجاج ايه ثابت ما بيها ارتجاج هسه نصل على هاي السيارة وايد شبيه ها نومي بس ماكو زومبي هسه طلعوا لك اعتقد ارمي لك طلقة هم يجوا ذاك اجا واحد بين اجوا هلا 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 بيهم هلا مو تنزل من السيارة يا زوجي ينزل هم اوكي خلي يجون حتى لوتهم على القريب خلي يجون
بس لا تصير قدامه حمودي. هل 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 بالزلم هل بالخشنين بالصوت وموكش اي ورا الاماكن. يلا خلينا لو الدول لو لو سمع السريع ولك هذا قناع وبيضة هذا درع هذا سلاح اي بيعه هذا يفيدنا سعر هذا وايد غالي. زومبو عنده سلاح وما يرمي ايش قد خيني شاجورة بالمئة وخمسين. أقوال هناك تنا. تعال هذا عنده حرارة وما أدري شنو هاي سوالف. تعال خذ من دولك. هذا لقيت من عنده 500 طلقة. هلو. هلو لك هلو. روح هذا تعال تعال شوف هاي عنده بلاوي. عليك الله. أو شنو؟ نارو حراري هاي تسعر كلش غالبة 45 ألف لا شعدنا وياها والخوة مو جوعان جوع نازل عدك كد تاي نقص الواحد لا شون أكل شو اسمه اختار التاب واختار أي أكل هاي فوستر لا مو أي شيء بالله احنا اشترينا خلتي اعطيك طيتك هاي كي هاي كعكة قبل صعد الواحد شبرت لك إياها بالقاع وين أكل بالقاع شمرتك إياها بالقاع شمرتك إياها دوس تاب وهي تطلع لك حط قيل اسواب مكان السلاح وكلها بيك منها ايه قد دعك الجوع خلصه هو ما صعد الاكل هو بس يطلع السهم يعني جاي يصعد ما حتى الصعود ما هي مو قاعد يصعد زين هاي الثانية شنو الثانية؟ عطش الأخيرة عطش خلنا شربه ماي ما عندي هذا ماي خلي اقتل هذا جاي يفتح وائل اصعد لنا نسيت وحيد حمودي حمودي احميني وينك انت؟ اصعد ولك ما يرضى يصعد وخر وخر ما حصلت كف حصلت كف والله ما انجرحت انجرحت على واحد انت عم تزوع هذا قيه قام يصلي لازم وايا كريم شوف ما صار الجوع ما جاع وعطش هذا عليك ثلاثة خب ما جاع عطش مرة ثانية كانت صفر عطش مرة ثانية صارت حمراء يعني عطش لا لا صفر خليها اوكي انزل جو الدولة اوقف لنا الطلق ايش قال عند 400 زين هذاك دقيت عليه دق المطاية لازم شاهي الغراب شاهدوه بالمية وخمسين كاتب هاي بيضة خضرة شنو دفتهم خضرة هاي بيعها بالبلاك ماركت هذا عليه شو اسمه هواي زومبي هذا عنده سلاح هذا عده حراري خليه اخذه ها شنو هيا طقان خاف مجروح لاعبك عليه صوت عدوى عدوى وين عليه ايه اي عدوى اي يقول لك شلون بالله هي
والله انا اقول ارجع لنا حمود، جاي يصيح وجاي تضمض الشاشه عندي. الكحول ما بانديج؟ مو بانديج جراد هذا اللي... يلا نقعد العد بيع رجعنا. هذول زومبي قدام الحمودي. قلت لك هو الحشيش شنو لونه؟ نسيت لونه انا. شنو الحشيش؟ الحشيش. شاوقف خليك تسيب دول بطريقه انا. وين؟ دول هناك خلص العلى شو اسمه. اوكي بوي. هو تين نصوص. ها ولك حمودي خرب بيسك حمودي توينك جاي مع عليهم خمان جرحت جرحت جاب ربك يلا كتل كتل بيهم كتل بيهم دول الورا يكتل بيهم دمك مو انجرحت هي العدوى نفسها ها يعني ما قاذفات ايه. طلع لك نزيف من شيء اذا جاني واحد قال لي تابعني ايه. انا جاي اكرب بي صح اخ ابو ويا سلاح رشاشه تموت حمودي يلا اطفرنا حمودي يا رب قبس اخ يا اكتني خرب يسك واكتيتني هاي شلون هسه حمودي راح ارجع من جديد زين حمودي الجول اذا دخول بس انا خل على سباين شنو هو؟ إذا درجعنا بس أخليه على سباين إذا تشاجوت لا كومباين ليه؟ كومباين لا إذا بس أبدأ أخليه على سلاح خليه على سلاح إيه كومباين تختار يعني نضيفه إلى الدمجة وياه أو دوس آر ضداش على آر أشغل لك سلاح نفسه وأنت مختار ضداش على آر بلا خلينا نشوف داري مين يجون زومبي راح أقرب من تنوير بس خلينا نرميه هيك فصل واحد واحد اثنين ثلاثة هي طبعا احمر بس لان احنا ابيض اسود كل شيء ما نشوف ايوه انت من ابيض اسود من ورا الديناصور خلق ارمي واحد قريب والله جانب فوق لفوق انزلنا اخوي هذول ما يسمعون دوك مكبر لو ما الو رامي اطلق من سلاحك اطلق من سلاحك حتى انزل يلا ليش شوف خلي شوف تعال هذا يخش بيه تعال انزل اي ما 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 مو ما تفص مو بيت لا مو بيت نقفز على هاي هذا بيت شق الحلق لا مو هذا قد واك واك انا ايه اصعد على هاي الدكه ايه شوي انزل ارجع لي ورا ايه اسرع حرمي تعالوا هلي 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 وراك دول
عندك والله في شيء موجود. اف سيك ما يتحرك ما يتحرك عبد افتح مني فاضل على واحد موت انزل وايد والله قوي حمودي ايه يلا ننزل اوف حمودي دقيقة خلينا نفوت ايش قد فصارنا 700 عندي يا يزود ما ينقص واحد جوا هذيات مشكل يلا انزل هنا لا بايد ولا كل شيء ماكو اي والله اكو منطقه مال بياع وائل ثانيه بيها خوش كتل مال زومبي يعني وايد عندهم لوت بس المشكله بعيد 5 كيلو يراد سيارة 5 كيلو يراد نجيب سيارة والله شوف زبيوت بيها لوت لو زبالة هاي والله انا قلت ما اطلع دام سبع طقه وايد اسوق الناس شلات هاي بعد اللي قدام وجبه هسه وحده تعال اول مكان ما حد يفكر بي بس بوعلي شو المكان صعد فيه وايد هو هذا ارتق لك علي انا ارتق لك علي بس كنا اكو ناس زومبي لا اقول لك بيبخه تم زين ما رامي بعدني لا ما يصير ما يصير عد جدار لا يطفره هاي شزمه شزمه ايش وين احطها ما تقول لي شزمه لا يتشعب ها شلون سويت هاي خرب ليسك يلا راح ارمي انا يمكن ماكو ناس زومبي ها اجوا ذولاك اجوا بس واحد وين احنا بالله هسه والله سكوب ولا يتحرك قوت وال هاي خوش منطقة بس خلي ماكر عليها وينه؟ هذاك واحد تعال كده هذا قد واحد قدامك هذاك ايه اكو ساعة يموتون اوه لا
نزلينا خلينا نروح لهاي المنطقة العسكرية تقريبا مسافة هيجي كيلو وين أبي يسمع طب مين تريد تطيح مو ايش على كيفك يعني إيه؟ ولو انا غاسل ايدي من اللي انت ذا حظك قاعد حظك اي والله ايوه بس لا ذاك زومبي عادي ما عنده يلا اسوي لك اياه البيوت هاي لا لا متاكد من هذول ما عندهم نص ردن ما عنده شيء وانا عنده هذا صندوق قوي نانا ذكر هو نا والله استنى شكو ناب الله ها عملي اخديه فلوس لقيت ها ايه واحد 20,000 هاي سعرها عملي ناخديه خيثر خيثر فلوسي هي فلوسك مشي ناس القاعدة عسكرية اعوال بعيدة والله خير يعني لقيت تقريبا مسافة يعني عايشين اطقاء مطاعتي شو نخفي ارقام صدق كذي طلعت لها ارقام ايش يعني ايه هاي حب ما يجي عارف شكلك شين القائمة هاي طلعت لي هسه يطلع منها يمكن دب السلاح بالغلط او دب السلاح بالغلط هسه القائمة شلعة قلبه اذا اطلع منها ما اعرف شلون شوف الشاجر خو ما طايح لا لا هاي بس القائمة الشاجر عندك عد سنين مو 600 طلقة خلت 1500 تقريبا حلت هذا اوقف هاي القاعة مشي عند قلبه ويطلع منها ما اعرف شلون خايب طلعي خايب شكلك هشلون اخفيها هاي الله خرب علقت علقت والله اذا اسوي هيجي هاي القائمة خبرتني شنو طلع من اللعبة كلها هذيك قاعدة عسكرية يا ايه 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 تروح يطلعون الزومبي والله وهو قاعدة عسكرية ثانية ضخمة هسه خلينا نروح لهاي اول مرة هاي بيها لوتر يعني تفتح البيوت لان بيوتك تلوت فيها بالبيوت بيوت فيها لوت اسلحة مودي والله انا اقول خليك اقتلهم انا الحكاتي ما يعرفون ايه ما يندلون ايه صحيح تلقوا ايه بس اذا مسافة قريبة يندلونك لا من بعيد لان سكوب عندي يمكن ما ابي الزومبي اقول لك على وادي ايه. ما ابي شغل نلود قبل لود قبل توقف خلينا نشوف اكو ناس بس بعيدين مو داخل قاعدة عسكرية ما ابي لود تعال ما ابي الزومبي متأكد هاي آه لاعب نانا قلت لك ناخذ غاضة شو اقول كافن على ايده هذول الزومبي نانا ميتين كافن كافن نقص شو تبغى هذا الاسلحة هذا سلاح لوت انت لوت ما اقدر اخل بيه هاي شنو ما اعرفك
لا بس الاسلحه عوفك من على البيوت شو اسمه هذين لا تاخذه هذا غالي يقول لك هذا سلاح يا ما خرب اني بس قل لي هذا شنو هذا هاي 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 باك باك جنطه هاي كلمة باك باك يعني ابو 50 وين تحطها عندك ام شو اسمه هذين كلين كافي جاتش هولستر ما اعرفك من هذين شغلات بايخه والله شوف سكاي سينك شوف الزومبي كلهم طايحين بالقاع خل خويا كان نسى هذا النقص جاكيت لا انت عوفك هناك بس بالاسلحه خلينا نروح للقاعده العسكريه الثانيه والله كش توقع عمود ينباع ولا ما ينباع؟ البيض ينباع بس بالبلاك ماركت بلاك ماركت هذا ابو الديناصورات وش اسمه ذاك شوف ذاك البرج وائل بعد جبل فوقه قدامك هذاك القاعده العسكريه الثانيه شوف خلينا نشوف هذين لو وثيث قد قبلك ايش ماكو هذا الفوق لو ولو ما اعتقد يعني طلعت هلا هلا شو شفت هذا درع اخذه اخذه درع اخذه دوس يمه هو هذا الدرع تقدر تشكل بيه قنابل هاي ايه دوس عليك يمكن هو راح يضيفه لك راح يلبسه يمكن فوق فوق علامة الفوق ايه ينزل هسه مو تشمر روحك ايه اف ايه دوس كابس ضد دس على الكابس ونزل جوا راح يهد روحه من الحبل من ال شو اسمه يعني ينزل تعلق من السياج درع شلون لبسه اعتقد لبسه هذا ها هذا هذه ايش يبغى الله يحطه علي اذا ما لبسه يعني لابسته اذا ايه يعني؟ اذا ذبه اي لبسه ها هي ها يلا تعال شوف ذاك البرج ذاك الجبل بي برج فوق راح اروح له هي ذي شقاعة العسكرية الثانية بس ادعي يكون ما حد واصل لهم وبس كون الطلق ما تبس لها بتلبيتها بالغلط هاي هم قاعدة عسكرية قدامنا صغيرونه سوق فوق فوق خش اكو زومبي فوق مقلج هاي بيها زومبي وايد ها دايمي بيهم جاكت بيهم النقص شوى العوفة عوفة وطفونا على ذي شقاعة العسكرية قبل لا يوصل لهم هاي زومبي هواي اسك شلون يا بس كتل هذه هو عوف عوف اطفقني على القاعده العسكريه الجديده تعال وراي ايه هذه شقاعه عسكريه والله اذا اجى طيب اذا سكت لك قد انجلي ندري كم طمع 10,000 شوف هاي قاعده بيها كونكريت صعد عليهم زوم ما يقدر يوصل لك كنت تلعب راحتنا شلون هذن اللي بيهن رمل شو يسموهن؟ كارستانا ما يسموها هاي مسيج شلون نوصل ها من هنا اصعد على هذا النوال هنا انا اصعد اصعد ورمي قبل شوف بس الزبايل راح تجيك هلا 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 عمود وراك وراك صبعت كسرتك كسرتك ما يصعد لا يخاف ما يصعد Ach, wie lädt?
اسمها طفر. عادي يطفر السنايبر. ما يضيعني. I took it as I'm seen. It's just heavy. Do stop. اعتاد ذني اعتيد تنباع ذني اعتيد الوحدة بعشرين ألف هذني اعتيد ثنين جوا ذني جوا إيه اه وهاي الخضرة تنباع حمينة الخضرة فوق مو يمها لا اليمها اي هاي تنباع واليمها تنباع اي هسه واخ امشي نكرفهم ناخذ غلاطهم اوه ايش نكرفهم 400 طلقه هواي يعني. يلا خذ غلاطهم ساع قبل لا يجي ذاك النقص هل شوف ايش حصلت ناهور ناهور ما بيك كيسي مو علي بتكون هو طلقه هذا صفر مو علي هو علي شاجور خلنا ترسل على نياتك بيابات ما راح اخذهم اي لا العد بالاحتياجات طاقه هاي شنو هاي اوك سلاح واحد نفس العد خرب انه ذاك وين هذاك اخذت ذاك رحت لي حسين شنو خلينا نلوت المكان تعال شوف انت روح شلون رتبها والله خلي واحد هذني هذا النخيم دوهم بالله تدور هذا النخيم دور هذا النخيم وايد هذا النخيم دور بين وانا راح ادور بذني اي هاي ارواح اخذها اي هاي كل اخذها كذا لا اول انا ما احتاج تحتاج تجي تجي اثنين نيرات هذا عندك نوم سلايم بهذا اي هسه اخذ اسلحه اوفك من هذني بيع اخذه بس خيمه واحده هاي بلوزه هذا الصناديق هذا اللي لقيت صناديق قصدي كراتين ذي بالبيض شنو هذا اذا شوف اذا ملابس لا تاخذها والله خذ اسلحه لا هذا نجاي دور وانا هاي الله سلاح بديته شنو هذا الفاتح بيبان يعني ملوث هنا أنا. هذا عاوي يمكن اعدوا لزوم بوقف وقف هذا اعتاد دول الزوم بوقف تعال اصعد ها هذيك قاعدة عسكرية هم قدامي نفسها اصعد على هاي اوه نقدك وين انا هذاك ياتي وراك بس وراك ذاك ياتني فوق هذين في دوايتهم دني لا ما تفيدك هاي والله عواز زومبي تعال اصعد هاي شو اسمه هاي بيد مع سلاح تعال اصعد وال تعال يمي وصل على هاي زومبي كلش قريبين عليه
اطلع لسه على الساعه هاي يبقى حامي ارمي هذا يختفي اكو بعد شيء عمودي كومباي تطي كوم ايك او انت تصل دس علاقه سهلك انت انت تلعب دس علاقه ومن واحد يحول على السلاح والله دس علاقه يلا انزل لنا او هذا واحد لحظه لا خرب هاي مات شفاف شو هذا اللي يبغى 45 في واحد راس الواحد انا جاي انا راح هاي ناظو طلع حسين هذا ما نسدد والله عجبوت معدل خرب انه جابوا السيارة هذا سلاح حمودي بس ماكو انا اخذ انكلين لا تخاف بطلت واو 6 اخذ الدرع اخذ الدرع البيض عوفة صديق بنفرد بغن كلها لا المفروض شنو يشتري بعد جنطة اكبر من هاي اكو اي هاي طلع هاي 100 ما خلي سعدنا فلوس نشتري جنات بعد اكبر من هاي وملابس بعد اضخم من هاي هذا شنو جنطة لا لا ما اقدر انا ما اقدر بعد قبطت ذيب البيض خلي يولي والله احنا واتر نقدر ناخذ جنط بعد اكبر من هاي بس خلي يصير عنده فلوس شنو لا زومبي هذا وايد هذا زومبي والله ايه ايه سلاحك نزل جوا بالله بعد نزل لا سلاحك بكيس شو السالفه نزل بالله خاب بجنطه نزل بالله بعد لو فوق هو هذا اي هي وهذا اول اشيت عليه اول واحد وين هذا السلاح انا اخذ ذا ما كيف بالله اي هو استقنا سلاحك في كيس ايه ببل ببل بيضة هذي يا الزومبي تبعي هذا انا 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 هذا شبيه زومبي يفتر مني يعني هو يرتب هين من السلاح لو ما يرتب مرات انت قاعد تسوي ترتيب بسيط
حيال انا 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 شنو هالفراغ هاي الفراغ اللي عندك؟ ها جد مال ذيب وذيب جد مال ذيب هذا ايه هذا اللي هم خربان هو فوق فوق لا فوق هذا؟ فراغ هذا الفراغ اللي كل شيء ماكو ايه هذا ايه هذا؟ هذا البقية نزل هنا حاول هذا شنو هم خربان هم ذيب ايه ذيب هذا الاعتاد هذا مال القناص اول سنة قناص ذبيناه هذا توك حتى تشبيه هذا هذا اول قناص اشتريناه ذبيناه بعناه نزل ايه هذا هذا ايه ايه هذا؟ ايه خاف ينباع حتى تبيع عجل قيمته 1000 2000 والله ذيب هذا اني الزغار شوف الله سيدخل السلاح ايه ها هي حسن مشينا هذا سلاح ثاني اخذته 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 تأكد ايه اخذته بمكان سلاح ثاني عاوي لبيت المكان تعال بعد قاعدة عسكرية نفسها هاي ودي ما لوتنا حتى الحمام لوتتي وانا كيف فريت او اوف المرة المرة يحن يحن ونجي لا هو هاي قدامنا ابو يروح يحن بيع هاي المقابلنا قول روح للبيع حمودي وعلي حرام هو طيقنا بيع ثاني حتى يروح له احسن هو احنا بعد روحه روحه واحد زاد الزين صارت ملونة اه اي انا شبع المقضي احسن من الواحد خليها احتياط قولوا تقول والله حمودي ما لوت لا والله كلم لوت متأكد منه مال ماكو شي هنا درج ما صار هسه تدوس كي شوف ليش ال 2700 نروح للبيع ايه صار وين هذاك الاخضر؟ صار اقرب لنا من ذاك هسه يما منطقة وائل كرف هسه راويك اياه بس خلنا نوصل مو دخل بكيس احسن ايه بكيس خرافية بس لا تشد لها الكاتن حلغي الكاتن الكاتن ترى يقلل قوة الطلقة والله عن تجربة يعني شنو ولا يتحرك قالوا يدرون ماخذ سكوب 6 انا بس خايف من الديناصورات لان اسم اسمي سيرفايفر انا ليش اي اي ما اعرف ها من الديز لانشر تغير اسمك انا خايف بس من الزومبي الديناصورات تخاف اطيح لا تجيني ايش بت لو 50 لقيت الشاجور ببلاش فارق اسد عبي طلق صار يصدق هذا الشاجور جاك بس المفروض يحدد يعني نخلي شريط كم طلقه فيه يبقى اي بالبحث ما بي صاعدة بتدعك هوا اي ما بي عارف هو راح سجن يليل لازم نحضر انه حراري تعال هسوينا اسلحة بالله قائمة الاسلحة ها هاي قدامنا كلش التصميم مو ياخذك الواسع تبيع حتى الجسم كيسي ضمنا بين الدامج لا حسب حجم الطلق يبين سكاي ثاني واحد ايه 315 هذا الثاني 325 شو هذا اقوى كان سعره اغلى بس ما يتشيل 1000 طلقة يقول لك ما يشيل
اتذكر يعني العتاد شو اسمه شيء طلقه هو شيء مكتوب ذاك ها سمي يعني طق طق والله متاكد هذا الثالث الحين من عند شنو هذا؟ هاي دبن قراع كراعين هاي لحم هذا في ديس اي هذا مالك واحد من جوا شيء ثاني يزوي الدم شو اسمه الدم مالتك ترى هوايك ان شاء الله ما لها داعي بس احنا ما بعد ما ناخذ يعني هذا الزبن يلا خلصت هسه من توصل هنا انا ادري ظلام دامس بداش علي يلا يلا شنو بداش علي يلا اي يلا بداش علي هاي بس لا تخلص البطاريه طول وين هسه واي شنو هو هسه الكمبر بس شنو الكمبر لازم يكون كلش حذرين لان هاي منطقه زباله يعني بعدك داخل سيف نطلع ناظري هذي لي مو مشكلة هم راح يختبون بينا كلش نشوف وإذا هاي بدون نيشان حتى هيك نسوي بس نضل دايف على إيه هي كده سرعة التم وراك كده سرعة التم لا يعني أنت بيوت بس شنو قال هسه تجي وراي هاي ما عم غلط باللعب ما اقدر بعد احسن يلا لا تهمني جيب وراك بس تعال وراي اوكي شنو هذا درج نصعد هنا بكيفك هي خوش مكان ترى يلا جايك هذاك وهذاك زومبي خلي اضرب طلقة نبي الحائط وما مات ابني
هاجم صار نهار كاتم خرب خرب عندي كاتم ايه اول اول واحد واقف دون بواقف صعد عاش شلون تساعدون دول الدوار مودي والله بيهم بيهم والله وانا قلت لك دورك دورك تفلون دورك وين هذا ودك شوفوا الاسلحه فجير شغل خلصون دخل بالبيت دخل عدو يدي سوينا مداهمة النقص يا عدو يا عدو ما حد نزل ذاك يا ذاك اختفي النقص طيب مات وقف شين زبايل هاي وقف خلينا لوت الديناصورات اهم شي الديناصور كل شي ما عدا الديناصور شقة شرحة لا والله لوت 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 بعدك واحد لوت ذاك واحد ذاك واحد اوكي سيجون من الدرج هاي غرض اول مره اشوفه هذا شنو يقول لي اف لا صندوق ما هديت بس تاخذه بداخله ما تاخذه هو شغل هذا الديناصور وال هاي السكينه مالته خربانه ربه بس السكينه بالذلك انزل جوا خلينا نلول دول بس بيه صغيروني ها ما يحتاج هذا فاس تقيل عادي اقدر الول شو اسمه اشرح ديناصور بفاس ما دوين هاي بالفاس راح اشرح ايش تسوي انزل لو دول الجو جو يا زلمه ينزل والله مكان راقي هذا راقي بعد واحد جان واحد جان واحد ولا اثنين سوي وقف ان شاء الله تخوف لوت الدوري لوت الدوري لوت الدوري لوت الدوري لوت الدوري
شنو اكو لون صعد هنا؟ وي شنو؟ اخذ هاي فوق هاي فوق هاي لا هاي؟ لا يمها اي هاي 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 بيض هاي سكينه خربان انزل نزلت؟ صعدت على الحائط مالك نية تنزل بس دو الساعة هو يطلع لك اللوت 450 طلق تاب وشاي هذا درع علبة مالك فيدنا لو ما تفيد يعني خاف نجوع هذي هاي بيضا ما انا حظي قاعد يا لجي اسلحة عندي لا تفيد انبطح اكو مرات تصير جثث فوق جثث طلق 250 وشوف هذا شاجور 150 شوف اللوت انا اللي ما راح اضق قاعد وايد انبطح انبطح ودوس ثاني ما تنبطح يطلعوا لك اسلحه والله لين شو دوس انت داش على السي اه هاد السلاح شنو هاد هاي شنو يا حمد اطلق هذا ما يفيد طلق مال قناص هو هذا نفسه فوق بتاعك فوق بتاعك شين شو عيال جاي قاعد اسلحه جاي اسلحه واحد يا برافو بدلت الجنطة هذا باقع الجنطة قديم هاي شنو هذا حمود؟ ايه هذا فيت فيت هذا ملابس بتاع تنباع هذا ناظور ليلي صار نهار مو نهار هاي عاصفة يراد ها ها بس هاي عاصفة ناقص من ارواح يراد يبت هاي شنو هاي؟ عمال مسجد سعود شنو هاي؟ هاي تفتح الباس مالك هسه ايش سوائل نروح ونرجع ما نروح للبيع حتى نروح هيك مسافش ونرجع نرجع يعني قام كل مراجعين هاي 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 البيع فرق الجنطة وما لوتنا هواي ترى ما لوتنا هواي لا بس ما دخل شوي في عندك طلق هذا طلق والله ما متحدث هسه تسوي وين رايح؟ نرجع ناخذ شوي نفتر مسافة ونرجع يعني قام في 21 دقيقة موجه منطلق طلق ما عنده؟ مسافة قلت لك قبل شوي اي العاصفة خليني اكتشف تعال تعال هذا الدرج هذا الدرج اه خوده تعال هاي خوذة شنو هاي؟ هاي مال هلمت ما بيك بيدوال الجوان هنا اليوت والد سوتي عادي يلا خلينا نمضي لفترة تقريبا تعال تعال هو خلينا ندرج من هنا تعال 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 من هنا صوت القمر عالية ما تدخل دولة زومبي دولة وين؟ سكت؟ يلا ترجع عنا سكت ورجعوا وين؟ اللي جوا مكانه؟ تعال تعال هذا درج تعال تعال دولة زومبي هذا سطح سطح وين؟ فوق السطح اوه محصورين رجع الباله ما يفتح اوه جو جو زومبي جو زومبي جاب ربك بس محصور اسمه اه هذا محصور بالبيت صحيح هيا خطي تعال تعال خلينا نجيب مكانه هذا خلينا نجيب تعالوا لزومبي وين؟ تعال وراي تعال وراي
هذا واحد زوم جاك 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 طقاني خرب ها دوت هات هات اه ما حشاب خرب خرب اني طحت خرب صعد صعد ما قلت انا صعد صعد لا تمشي بالزاويه لا تمشي بالزاويه بس على وراي ماجي ماجي تعال 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 وين؟ بس يساعدوني والله واحد شنو مكان فاول لله الله شوف ذاك البيت قدامنا صح اطفو له بسع اوه اوه اوف 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 خاف يجون خاف يجون تونا رميني دم مالته زاد دوب اجوا ذاك ذاك الدرج قدامنا وين؟ اجوا اجوا حمودة ما لحق حمودة وعلي ما لحق دمنا ينقص بس اعتمد عليك لان ما طيرنا يخلص طلقك نفس طلقي؟ اي نفس طلقي بس اوقع يمكن ما شايفينه حمود اجوا هذول اوف شافونا والله انا حزم الباب حمودي بطنا فاول الله هذا واحد انا يلا شايفني اعطيني الباب؟ لا نزل من الباب احسن انا بهاي جو اجا ويجا شوف خاف واحد ورانا يقمص خايف منكم هذا حمودي هواي اجا خايف هو طلق فين مات بس مقسم وشوف شوف صعد شوف شوف صعد قال لحظة لحظة انت الدماء وانا خايف شوف صعد ها شنو هذا؟ حمودة كتلة شك واحد يدخل انا قلت ما اقدر واحد سوى له بنزوي هو هذا الوحيد واحد حمول عند درون خراب عربة شنو هذا؟ لا لا هذول الجو بعد يمشون بقى هيك والله سريع اعتقد خلصوا بارك بس دروعة اوه عشان نجذب هذني سبطة ثلاثين غاليات قاعد 95 التو خدت مبطح ودنك إذا ما طلع وظل فوق بالتاير هذا شنو هذا كون قاعد ليه تريد أن تنبطح ظل فوق بالتاير